السؤال الأول أكمل ما يأتي: أولاً، من الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في الماء نقط ونقط؟ الإجابة: من الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في الماء: الأميبا والبراميسيوم. ثانياً: عدد القواطع في الفك العلوي لليربوع نقط، وعددها: الفك العلوي للأرنب؟ نقط الإجابة عدد القواطع في الفك العلوي لليربوع زوج واحد وعددها في الفك العلوي للأرنب زوجان من القواطع ثالثا المضرع من الثدييات نقط والقنفذ من الثدييات نقط الإجابة المضرع من الثدييات عديمة الأسنان والقنفذ من الثدييات التي لها أسنان أمامية. رابعًا: تتغير درجة الحرارة في الجمل بين نقط في الصباح الباكر ونقط في وقت الظهيرة. الإجابة: تتغير درجة الحرارة في الجمل بين 34 درجة مئوية في الصباح الباكر و41 درجة مئوية في وقت الظهيرة. خامسا من النباتات التي تتكاثر بالجراثيم نقط ومن النباتات التي تنتج بذورا داخل مخاريط نقط الإجابة من النباتات التي تتكاثر بالجراثيم الفوجير ومن النباتات التي تنتج بذورا داخل مخاريط نبات السيكس السؤال الثاني اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين اولا عدد الاصابع الاماميه في الصقر نقط ثلاثه ام اربعه ام اثنان ام اصبع واحد احسنت فعلا الاجابه هي ثلاثه ثانيا من الحيوانات التي لا تمتلك دعامه للجسم نقط الاخطبوط ام محار الماء ام القنفذ ام الثعبان احسنت فعلا الاجابه هي الاخطبوط ثالثا يمكن للجمل ان يعيش دون ان يشرب ماء لمده ثلاثه ايام ام ثلاثه اسابيع ام ثلاثه شهور ام اسبوع او اكثر احسنت فعلا الاجابه هي اسبوع او اكثر رابعا نبات البسله من النباتات نقط السرخسيه ام ذوات الفلقه الواحده ام ذوات الفلقتين ام معرات البذور احسنت فعلا الاجابه هي ذوات الفلقتين خامساً: من القوارض التي تدخل في خمول صيفي، نقط: الفأر أم السنجاب أم اليربوع أم القوقع الصحراوي؟ أحسنت، فعلاً الإجابة هي اليربوع. السؤال الثالث: اذكر فرقاً واحداً بين كل من: أولاً: الحشرات والعنكبوتيات. ثانيًا، القوارض والأرنبيات. ثالثًا، نبات الفول ونبات الذرة. الإجابة: أولًا، الحشرات والعنكبوتيات. الحشرات لها ثلاثة أزواج من الأرجل المفصلية. العنكبوتيات لها أربعة أزواج من الأرجل المفصلية. ثانيًا، القوارض. والأرنبيات: القوارض تمتلك زوجًا واحدًا من القواطع في كل فك. الأرنبيات تمتلك زوجين من القواطع في الفك العلوي، وزوجًا واحدًا في الفك السفلي. ثالثًا: نبات الفول، ونبات الذرة. نبات الفول من ذوات الفلقتين، نبات الذرة من ذوات الفلقة الواحدة. السؤال الرابع: علّل لما يأتي: أولاً، تختلف أفراد النوع الواحد في بعض الصفات الظاهرية، الإجابة: لتتكيف مع ظروف البيئة التي يعيش فيها. ثانياً: يعتبر الجمل سفينة الصحراء، الإجابة: لأنه من أكثر الحيوانات تكيفًا مع بيئة الصحاري. ومثال لكل أنواع التكيف التركيبي، الوظيفي، والسلوكي. السؤال الخامس: ما الذي تتوقعه في الحالات الآتية؟ أولا: إذا لم يتمكن الدب القطبي من البيات الشتوي، الإجابة: يتعرض للموت لعدم تحمل الانخفاض الشديد في درجات الحرارة. ثانيا: إذا كانت الحيوانات التي تدخل في الخمول الصيفي لا تدخر غذاءها على شكل دهون، الإجابة: تتعرض للموت لعدم حصولها على الغذاء الكافي في فترة الخمول الصيفي. ثالثًا: إذا تم تبادل للمناقير بين الهدهد وأحد الصقور، الإجابة: يكون الغذاء المناسب للهدهد هو اللحم، وللصقور هو الديدان والقواقع. رابعا إذا لم تتمكن النباتات المفترسة من اقتناص الحشرات لفترة طويلة الإجابة لن تستطيع بناء البروتينات لعدم توافر المواد النيتروجينية السؤال السادس اذكر مثالا واحدا لتكيف الكائنات الحية الآتية مع ظروف البيئة طيور البط طائر أبو قردان القنفذ نبات الديونيا الإجابة: طيور البط، مناقيرها عريضة مسننة من الأجناب لتساعدها على ترشيح الغذاء من الماء. طائر أبو قردان، منقاره طويل ورفيع ليساعده على التقاط الديدان والقواقع. القنفذ، يتميز بأسنان أمامية ممتدة للخارج كالملقط. حتى يتمكن من القبض على الحشرات. نبات الديونيا تحورت أجزاء من أوراقه لاقتناس الحشرات وهضمها لامتصاص المواد النيتروجينية الموجودة به اللازمة لبناء البروتينات السؤال السابع ما النتائج المترتبة على كل من؟ أولا تنوع طرق الحركة في الثدييات الإجابة حدثت بعض التحورات في اطرافها لتلائم نوع الحركه ثانيا تزايد الانواع المعروفه من الكائنات الحيه الاجابه وضع خطط تصنيفيه للكائنات الحيه